دعا خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة. أضاف الخبراء الأمميون في بيان لهم أن ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي. أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد النطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين، ودعينا إسرائيل إلى إنهاء هذه الانتهاكات على الفور.